سومن دبنث ابن بطوطة الهند يبلغ من العمر 29 عاما زار أكثر من 70 بلدا حول العالم مستقلا دراجته فقط. رحلة بدأت يوم 27 من مايو سنة 2004 كانت الغاية منها تقديم لمحة عن ثقافة بلاده للعالم ثم التحسيس بالوقاية من مرض السيدا. كل حلمه أن يتم رحلته حول العالم في سنة 2020. This is my 72 countries. هذا هو بلدي 72. نعم، فأنا أسافر منذ 8 سنوات. أنا أزور العالم وأعتبر أن لي مهمتين. المهمة الأولى هي أن يتحدث مع الناس عن مرض السيدا وأحذرهم منه، والمهمة الثانية هي أن أنشر ثقافة بلادي. أنا هندي ولطالما أردت أن أتحدث عن ثقافتي، عن بلدي، عن شعبي. إذن هذا ما أردت القيام به وهو ما أقوم به الآن في حياتي. سألناه عن الصعوبات التي واجهها فقال: بالنسبة للصعوبات كنت أقطع الطريق بالدراجة، أعبر من بلد إلى آخر. وصلت طاجكستان ثم تركمانستان، كيرغستان ثم أوزباكستان ثم كازاكستان، وكانت درجة الحرارة حوالي 35 تحت الصفر، ولم يكن لدي ملابس كثيرة. السماء كانت تثلج، كنت أشعر أن حبات الثلج تسقط على جلدي كأنها مسامير. كانت تلك من أصعب المواقف التي قابلتها، ولكن تشجيع الناس الذي كنت ألقاه حيثما ذهبت كان أكثر داعما لي في هذه الرحلة. سفيرة الهند في تونس عبرت لنا عن فخرها بما يقوم به سومن، واعتبرت ذلك رسالة نبيلة مؤكدة أنه يستحق كل التشجيع. أنا فخورة حقا بالسيد سومن، لديه هذه الفكرة الرائعة وهو لا يزال شابا. لقد تأثر بخبر وفاة شخص بمرض السيدا كان يقيم بالقرب من قريته، بعد ذلك قرر أن ينطلق في هذا العمل. أنا فخورة أيضا لأنه يقوم بنشر ثقافة الهند في كل مكان يذهب إليه. عشق سومن لدراجته ولهفته للقاء الناس جعله يستعجلنا ليقضي مزيدا من الوقت مع دراجته، يجوب الطرقات ويكتشف أجواء تونس قبل أن يغادرها. سومن رجل يغزو العالم بدراجته لينشر تاريخه وثقافة بلاده. بعد أن زار أكثر من 70 بلدا حول العالم استقطبته تونس قبل احتفالها بعيد الثورة ليشارك شعبها ذكرى هذا اليوم التاريخي. إيمان العربي، قناة المتوسط، تونس.